بيت الهنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، حبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. تحيه لكم مشاهدينا، واحنا دائما بنتكلم عن بعض الامور اللي بتختص بالبيت السوداني واستقراره. من الاستقرار اكيد الزواج، واحنا لما نشجع ابنائنا على الزواج وبناتنا بنتمنى لهم الحياه السعيده والرخيه والبنين زي ما بيقولوا والبنات. لكن الزمن اللي احنا عايشين فيه فيه كثير من المصايب وفيه كثير من المشاكل وفيه كثير من الامور اللي بتعرقل طريق الشباب والبنات. عزوف الشباب أصبح كبير وبشكل يهدد المجتمع السوداني. أسبابه شنو؟ وإحنا ممكن نعالجه بقدر الإمكان إذا كانت من نواحي اجتماعية أو من نواحي اقتصادية. هنتكلم في الموضوع ده بصحبة الأخصائية الاجتماعية أستاذة مها أحمد عبد الرحيم، هتشرفنا في صالون بعد بيت الهنا بعد قليل، خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، نتواصل معكم في فقرتنا ونحن هنبدا في الموضوع. ووصلت لي صالون بيت الهنا استاذه مها احمد عبد الرحيم الاخصائيه الاجتماعيه، بنرحب بك وبنقول لك اهلا بك كثير. اهلا بك، الله يبارك فيك. في البدايه لما نتكلم انه اهميه يعني الزواج للفتاه والشاب، احنا بنتكلم عنه ايوه هو زواج، لكن بالنسبه كمفاهيم سودانيه دارين نوريهم الشيء اللي هو فعلا القصد الحقيقي من وراء الزواج. القصد الحقيقي طبعا من الزواج هو تكوين أسرة، استقرار نفسي، استقرار أسري بالنسبة للشاب وبالنسبة للشابة. لأنه تعرف في ناس بيقول لك شنو يعني هي فرحة ولباس صرحة، فالناس بيفتكروا إنه الواحدة بس علشان تتزوج يعني يختاروا لها الشاب أو هي تختار فأنا عايزة زوج، لكن فعلا المفاهيم اللي ما بعد الزواج يمكن ما تكون موجودة. دور المجتمع هنا شنو أستاذة ما؟ والله دور المجتمع كبير جدا طبعا في الحتة دي. المجتمع طبعا هنا بعاني من الحتة بتاعت عزوف بتاع شباب يعني. صحيح. والشقة الثانية ليها هو مشكلة عنوسة، يعني طالما في عزوف بتاع شباب أكيد في شنو؟ عنوسة. في عنوسة. عشان كده بنلقى إنه في أسباب كثيرة جدا يعني من اللي أدت للشباب دي أو أدت الشباب دي للعزوف. بنلقى إنه في الأسباب الاقتصادية اللي هي الغلاء بتاع التكاليف بتاعت الزواج ذاته وامتداده. صحيح. يعني هي بعدد الكبير ده من العادات أو الطقوس المدخلينها كل حاجة فيها زادت أسعارها. صح. الذهب أسعاره زادت، الثياب أسعاره زادت، المواد التموينية الأسعار بتاعتها زادت، الصالات ده كله من نجمع بنلقي إنه الفنانين. صحيح. بنلقي إنه الشاب ما بيقدر بصراحة ما بقدر على حاجة زي دي، دي الحتة الاقتصادية. هو طبعا الزواج بيختلف من الريف للمدن. بنلقى في الريف انه السن بتاعت الزواج من 15 لغاية 20، اكثر من 20 ده خلاص بعد كده. أيوة خلاص البيت بارت يقول الولد البيت يعني صغيرة جدا، صغيرة ايوه. صغيرة بيتزوجوها. الولد برضو من 15 ل 20. بنلقى انه في المجتمع الريفي ما في عزوف. ما في المشكلة، المشكلة بتكون في الحضر اكثر حاجة. في الريف ليه ما بتكون موجودة؟ لانه في المجتمع الريفي ذاته مجتمع تكافلي، بتلقي العم الخال كلهم بيساعدوا في بيساهموا في الزواج. صحيح. التكاليف ذاته ما كثيره. صحيح. الاختيار ذاته مسبقا بيكون من هو طفل بيقولوا لك خلاص بتخالته بتعمه خلاص. ما عنده اي مشكله ثانيه. صحيح. هو يعني افتكر كمان التبسيط يعني هم بسطوا التبسيط الشديد يلا يعني هنا زواج بالنهار بس يشيلوها العروسه يوديها بس عليها. ايوه الطقوس ذاته بسيطه، المراسم شويه ما كثيره. يدقوا دلوكه، غنوا، سيروا من هنا للبيت الثاني، حاجه بسيطه جدا وظريفة. صحيح. لما نجي للمجتمع الحضري هنا بنلقى انه المشاكل بتكبر كثيره جدا. الولد لازم يقرا يخلص الجامعه، ما في جامعه. يعني في مجتمع زراعي، في مجتمع رعوي. هنا لازم يخلص، بعد يخلص لازم يشتغل، ما في شغل، بقى في بطاله. طيب يلم 200 عشان يجيب التكاليف دي. صحيح. يلا بعد كده بتجي ثاني الشقه الثانيه من المشكله. هو عنده مثلا واحده معينه او فتاه معينه خدتها في باله ومأمل انه يتزوجها. طيب انت عشان اتصل لاسره البنت لازم تكون في يدك حاجه. يلا ال 200 تمشي يدك فاضيه؟ ما ممكن، ما ممكن. يلا بعد كده بيبدا المده الطويل. هي تبدا طوالي، تبغى اتصل اصل ما اتصل. بيبدا هنا بيقدموا لها ناس، بعد كده هل بيبدوا يجبروها.
فهنا بيبقى فعلا انه في مشكله، هنا في مشكله بتاعت بعد كده هو خلاص يعني بقت دي حته بتاعت انه انا اللي كنت مامل عليها خلاص بعد كده ما عندي اي طريقه ثانيه، فبيعزف عن الزواج. بيعزف عن الزواج، دي واحده من المشاكل. في اسباب ثانيه احنا سالنا مجموعه من الناس، خلينا نشوف رايهم شنو ونرجع نكمل كلامنا. اسباب العزوف عن الزواج، تفضل. اسباب عزوف الشباب عن الزواج منها اسباب كثيره طبعا، لكن انا حقول لك سبب اساسي ويعتبر مهم حاليا في مجتمعنا السوداني، انه يعني كله يعني البنات او الاسر بقت مطلعه، كل الاسر يعني البيت الوحده بتقول لك انا ما بعرس طالب، انا ما بعرس زول لسه مبتدي في حياته وبادي يشتغل، لا الوحده عايزه انه زول يكون جاهز من يوم يعني يقدر يعمل اي حاجه، وده بحاجه بتحبط امال الشباب انهم يمشوا يتقدموا للوحده الا بعد ما انهم يفكروا انهم يكون عندهم حاجه يقدروا يمشوا بها على الوحده. هي اسباب كثيره طبعا، يعني اهم العامل الاقتصادي، يعني ممكن برضو عدم توفر الوظائف بالنسبه للشباب، و برضو يعني الناس بتكون دايرة تحقق أهدافها قبل ما تتزوج، يعني الواحد داير يشتري له بيت، داير يضمن له وظيفة كويسة بعد ذاك يتزوج، فدي بتساعد في إنه الناس تتأخر حبة من الزواج. أول انتبادي هي أسباب كثيرة، يعني منها إنه يعني في صعوبات في الزواج، يعني بيقول الأهل يكبروا الحاجات، يعني حتى طلباتهم، يعني لو زول حالته المادية بسيطة فهو هم بشوفوا إنه ده ما مناسب، يعني حتى لو هو زول محترم هم بيقوا ما بينتبهوا لانه يا اخي الزول ده اسلوبه كيف تعامله، هم بس عليهم بالماده، فتخيلي ده اكبر سبب انه يخلي الشباب بيكون عاجب. يعني عموما فعلا الكلام اللي انت قلتوه كله صح، احنا بنشكركم طبعا ونتمنى انه المشاكل دي ما تكون موجوده او تحد يعني من قبل المجتمع ومن قبل الاباء والامهات. طيب استاذه مها، في ناس بيفتكروا انه عزوف الزواج هو من يعني صنف الاولاد بس، يعني بقول لك والله الشباب ديل ما دارين يتزوجوا، الكلام ده صح ولا لا؟ هو طبعا ما بمحض ارادتهم، هو العزوف ما منهم، يعني بيكون في اسباب اجباريه بالنسبه ليهم، في التزامات تجاه اسرته مثلا، زي ما قلت لك ما قادر تحصل على تكاليف الزواج، اهله واضعين له اختيار معين هو ما 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 قبلانه، عنده اختيار اهله رافضينه، ممكن يكون عنده مشاكل نفسية مثلا، عنده أكيد اجتماعية، أكيد مشاكل نفسية كثيرة جدا، بعدين بيسبب انحرافات سلوكية. العزوف بيسبب انحرافات كثيرة جدا، بتتفشى ظواهر في المجتمع، يعني الأطفال اللغطاء، حاجات زي دي كثيرة جدا بتحصل بسبب صحة اللي هي ممكن يكون لها الإدمان بالنسبة للشاب ذاته، بيكون عنده إدمان، اضطرابات سلوكيه. ايوه فدي كلها لها علاقه ب يعني اللي هو بعد ما تحصل له صدمه او اذا ما لقى طريقه انه يتزوج يعني. طيب في يعني خلينا نقول بانه بتختلف المساله من الاولاد للبنات. ايوه عرفنا الجانب ده، هو اكثر حاجه يعني مرتبط بالشباب الاولاد، يعني أيوة. بانه ما قادر، الظروف الاقتصاديه، الدراسه، أيوة. الكلام زي ده. طيب بالنسبه للجانب الثاني، جانب البنات، يعني العزوف منهم جاي من شنو؟ هو طبعا ما بكون عزوف اختياري، هو طبعا اجباري بحكم انه ما في شباب حيجوا يتزوجوا. بالتاكيد بقت المشكله ليها شقين، يعني من الصعب جدا تلقي انه الوحده خلاص يعني لقت هدايا عريس توافق عليه. ليه؟ لانه احتمال يكون مثلا ما نفس المواصفات اللي هي خاتها، مثلا تكون خاتها لها مواصفات معينه، بالذات لما يعني عندها تصل درجة بتاع التعليم معين، بتكون خاطة شروط. دي المشكلة اللي هي الطبقية الاجتماعية. أيوة. اللي دخلت. أيوة. بأنه لو ما وصل مثلا كان مرحلة معينة أو أعلى مني في الدراسة. أيوة ما بتقبل بأقل من كده. أيوة ما بتقبل. ودي مشكلة. دي مشكلة كبيرة. أيوة. في هي الكلمة المشهورة حسب بيقول لك دي ما دارت يتزوج ليه، بس بيقول لك إنه دايرة أقرأ. أي. يعني. يلا دي وسيلة للرفض. فبقت هي فعلا حاجه شائعه للرفض اكثر شيء. للرفض اكثر حاجه يعني. اكيد هي لو جات لقت نفس المواصفات حتوافق. صحيح. يمكن المساله برضه في عزوف الشباب ممكن يكون على فكره يعني وضعه كويس جدا، شغال يعني عنده ما هي معقوله بتخليه ممكن يفتح اسره، لكن بيرجع المساله او بيلقيها على شماعه الظروف الاقتصاديه او الاجتماعيه، ويكون ما عنده اي مشكله، هنا ممكن تكون مشكلته شنو استاذه مها؟ والله احتمال مشكلته تكون الاحتمال في المجتمع اللي هو عايش فيه، ومجتمعه ذاته هو رافض للعادات والتقاليد،
يعني هي أسباب زي دي بس ممكن تكون. هتواصل معاكي أستاذة مها ونشوف برضو المشاكل الموجودة بشكل عام في المجتمع السوداني ونحاول نغير بعض المفاهيم بالتأكيد. معاكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، بنتواصل معاكم وحلقتنا عن عزوف الشباب عن الزواج، بنشوف أسبابه وبنشوف له إن شاء الله مجموعة من الحلول. بنرحب بك مرة تانية أستاذة مها، أهلا مرحبا. طيب خلينا نتكلم عن إنه في كثير من الحاجات اللي لها علاقة بمجتمعنا أو هي تعتبر كدخيل بالنسبة لنا. الفضائيات على الرغم من إنها فعلا كان لها تأثير إيجابي كبير وغيرت كثير وعملت شيء من الوعي، لكن كان لها تأثير سلبي على الزواج. بنلقى إنه في عادات دخلت لنا من مجتمعات تانية فبقت إضافة لعاداتنا، يعني عدد العادات زاد. إحنا ما نقصين أصلاً من أيوة العادات كثيرة، يعني في عندنا مثلاً العادة بتاعت اسمه شنو بتاعت السيرة بالعربية مثلاً لازم تكون على مستوى كده فخم، يعني زمان كانت عربية عادية من الأسرة عادية، يعني دي بقت إيجار، بقت حاجة زي دي. العادات كلها جاتنا عربية بستة أبواب، كل حاجات دخيلة آخر موديل. يعني زمان كان العرس بيكون في الحيشان، يعني نحن هم المجتمعات الثانيه بتعمل في صالات. ليه؟ لانه اصلا ما موجود حيشان بتاعت بيوت زينا نحن. في المجتمع السوداني الحيشان كبيره جدا، كان العرس بيكون في الحيشان. صحيح. فدي عاده دخيله جاتنا نحن، ما في حوجه لي انه نمشي لصاله. الحوش هو بيكفي. أيوة صحيح. او حتى الشارع، يعني شوارعنا واسعه جدا، يعني الحوش ممكن في الحوش جوا الكميه بتاع الضيوف عدد كبير جدا. هي طبعا عادات جاتنا داخله، فهي يعني ما درسوها او ما، المهم اخذوها بس كعادات. يعني هو مساله طلب اكثر من انه حساب. أيوة. ما بنقعد نحسب، لو حسبنا يمكن تغير المفاهيم. ايوه اللي هي هنا بتجي فكره انه البيت هي اللي بيجيب لها اي حاجه، ممكن ما يكون لها، يعني يمكن في مجتمعات ثانيه العريس والعروسه بيقعدوا يتناقشوا مع بعض في حاجات، في التكاليف ذاتها بتشاركوا. صحيح. هنا لكن كل الاباء على العريس، مع انه العروسه يعني ما سالمه برضه من انه في ضيوف بيجوا، في ناس بتجي من الاغاليم، في حاجات. أيوة. زي دي اكيد هي برضه محتاجه نوع من التكاليف، الجزء الاكبر من التكاليف على العريس. صحيح. يعني طبعا. صحيح. طيب بالنسبه لبعض الشباب اللي بشوفوا انه الزواج مقيد للحريه وبانه بيحد من شخصيتي، وانا لسه عندي طموحات وانا عندي لسه سفر، فالمساله دي ممكن نتكلم فيها بعلاقه الزواج، هل هو ممكن يكون مهدد للشاب اللي بيفكر بنوع التفكير ده؟ اكيد أكيد. أنت يعني لما تفكر تفكير زي ده كده، الزواج كله ما كان مبكر بالنسبة لك أنت كويس، يعني حتى لما يكون عندك أطفال لما يكبروا بيكونوا مغاربين لسنك، المفاهيم بتاعتك معاهم بتكون كويسة، الأسلوب بتاع تربيتك ليهم بيكون ما زي ما لما أنت تبقى في سن كبيرة وهم، بيبقى الفارق بين الجيلين، يعني بيصل للدرجة دي أنه فارق بين جيلين، هو ديل صغير شديد وهو كبير الأبو ما يقدر يتفهم معه، لما يكبروا بيصل درجة بتاعت إنه يمكن يكون إنه خلاص كبر، وصل درجة بتاعت ما يعني حتى ما بوعى بإنه هم وصلوا سن الشباب. اللي هي يعني مسألة أنت عايزة تقولي التواصل ما بينه وما بين الشباب بين أبنائه. أيوة. بين عملية التربية والصداقة. أيوة. مسألة إن كبر ابن خاوي. أيوة. كبر ابن خاوي. عشان كده الزواج المبكر بالنسبة له مهم شديد. بالنسبة للمجتمع بشكل عام، عزوف الشباب هل ممكن يكون له تأثير على المجتمع؟ أكيد. أكيد، يعني له تأثير زي ما قلت لك، في تأثير على الجانب الثاني اللي هو بيكون في عنوسة. الثاني بيكون في تأثير على الأمهات، بتلقي أم الشاب دائما بتلقيها بتتحسر، يعني ليه ولدي ما عرفت مالك، الحاصل شنو؟ الحته بتاعت المجتمع ذاته بنحس انه بدا، يعني كل ما كثرت الحته بتاعت العزوف بتاع الشباب بنلقى انه المجتمع العدد بتاع الاسر قلة. فبرضه ليها علاقه ب يعني احنا عايزين نخلق جيل جديد. جيل جديد. الجيل الجديد لو بقى ما في، يعني بقى في عزوف، فوين الجيل اللي هيجي؟ أيوة. فيكون في حتى الاجيال هيكون فيها متباعدة شديد. في استطلاع ثاني احنا عملناه بالنسبه للشارع، كيف يمكن معالجه العوامل اللي بتؤدي الى عزوف الشباب عن الزواج؟ تعالوا مع بعض نشوف الاجابات، تفضلوا. هنالك معالجات كثيره جدا جدا ممكن نوفر بما يسمى زواج جماعي، إضافة إلى الشاب في حد ذاته يحاول أنه يجتهد ويفتش عن عمل عشان يلاقي فرصة بتاعة عمل عشان يحقق طموحه وعشان يصل لشركة حياة بمواصفاته اللي هو عاوزها. دائما بتكون حاجة عايدة للبنات
وللأهل في روحهم، يعني الوحدة تكون مقتنعة بالإنسان كشخصية، يعني المال بيروح وبيجي يعني مهما كان الزول، فالزول يقتنع بالزول اللي قدامه كشخصية، والأهل كذلك إنهم هم يحاولوا ملوى أي أهل مفترض تكون عايزة إنها هي في النهاية تستر بيتها، فلازم تقتنع بالزول اللي قدام كشخصية عشان تقدر تعيش معه قدام. أول حاجة اللي هي إنه البيوت ما تغلي المهور وتخلي يعني الزواج حاجة سهلة، لأنه هو في النهاية سنة وما غنى، ولكن يعني تزوجوا فقراء يغنيكم الله من فضله والله واسع عليم. وفي حاجة تانية إنه في توفير فرص الشباب العمل للشباب عشان يقدروا يعني يتزوجوا وكده. أولا إنه الأهل يبسطوا الأمور شوية، يعني الماديات دي شيلوها جنب، وبعدين البنات هم كمان يعني ما يخطوا حساب إنه الزول ده يا أخي حالته بسيطة أو أنا ما بقدر أعيش معه، هي لو موافقة بها وكده الأمور كلها حتتم، يعني غناعة منها هي والباقي حيتم كله. نتواصل معاكم، وإحنا بنشكر طبعا المجموعة دي اللي كانت معنا في الاستطلاع. نرجع لأستاذة مها ونتكلم في بعض المظاهر السالبة اللي هي بيجت تظهر من عزوف الشباب، اللي هي مسألة العلاقات العابرة ما بين الذكور والإناث، واللي هي فيها أيضا نوع من التكاليف الموجودة لكن للأسف تذهب سدى. أيوة، في طبعا أكيد لما يكون ما في زواج فعلي يعني في ظواهر بتظهر في المجتمع، في ظاهرة الزواج العرفي دي بتؤدي لمشاكل كثيرة جدا، في ظواهر تانية انحرافية بتكون في المجتمع، في الأطفال اللغطاء بتكون يعني حاجة كثيرة جدا، نسبة كبيرة كبيرة صحيح. جدا يعني حاسة في إحصائية كده إنه العدد بقى زايد. يعني ظواهر انحراف الشاب ذاته من ناحية الإدمان المخدرات. ممكن نحاربها كيف أستاذة ما؟ طبعا الندوات، المحاضرات، الوعي الثقافي بالنسبة للأسر بأنه يقللوا من التكاليف بتحت الزواج. ممكن يعني الشباب ذاته يكونوا جمعيات، هو الشاب يكون عضو في الجمعية دي، أنا ممكن هذه شروط الجمعية كده، أنت قبلتي بي خلاص، أنا شروط الجمعية أنه أنا أجيب لك شنطة بس، أجيب لك حاجات، عندنا في حاجات زي دي عملت عرس الكورة. أيوة صحيح، يعني في المجتمع ونجح نجح نجاح كبير جدا، يعني في المجتمعات الريفية أيوة. بيجيبوا بس اثنين في كل حاجة وبتم الزواج، وبكون إن شاء الله زواج مبارك وبيستمر صحيح والله، يعني ما بتخش فيه الحتة المادية بدعكنن فيه ولا الحياة المستقبلية اليوم. وبرضو من الحاجات الجميلة إنه الدولة عملت شيء أفتكر مهم جدا، مسألة الزيجات الجماعية اللي بتصل من 500 ل 1000 وأكثر كمان في السنة، للناس اللي ما قادرين خالص يدفعوا مثلا مراسم حتى بتوفر لهم الشيلة وبتوفر لهم مجانا يعني. فدي مسائل ممكن يكون هي مساعدة بالنسبة وما أفتكر فيها حرج، صح أستاذة ما؟ والله ما أظن في حرج، يعني هو عدد كبير جدا خاض التجربة ونجحت صحيح واستمرت وبتكون في متابعات أيوة. كمان لها أيوة. نصيحتك بالنسبة للشباب بشكل عام وبالنسبة للأسر، الشباب بنات وأولاد، وبالنسبة بالتأكيد للأمهات والآباء. بالنسبة للبنات يعني أنا بقول إنه يعني دائما أنت تخلي المواصفات تكون على حسب المواصفات الموجودة في المجتمع، يعني ما تاخذ حاجات خيالية وفوق الواقع اللي أنت عايشة فيه، يعني تقلل تحاول تقلل من التكاليف براك، يعني ما تقلدي صاحباتك في انه دي جابوا ليها ودي عملوا ليها، يعني تعيشي ظروفه. ايوه ما دام انت اخترتي وعيشي ظروفه بس صح. يلا بالنسبه للشاب يعني انت اصل وبكل قلب قوي، انا ظروفي كده كده خدتها من الاول، قبلت بي خلاص، ما قبلت بي يلا ممكن انا اشوف حاجه ثانيه. اللي هي واحدة تكون متفهمة للموقف، هي لو حصلت حاجات زي دي في المجتمع كثيرة تخيل لي بتبقى زي حتة بتاعت زي أنا وضحت أسس من البداية، أفضل الوضوح فيها أفضل الوضوح. لكن شاب بيدخل في الزواج يقول لك خلاص كويس، هو عارف ظروف ما بيقدر يأدي التكاليف دي كلها، بيجي بيدفع عداك فيها شنو ديون، غش في حاجات معينة، مماطلات في بعض الدفع لبعض الحاجات، ودي كلها لها تأثيرات سالبة، لها تأثير سالب نفسيا على العريس ما حتكون، وبعدين في علاقتهم مع بعض انت قبل كده عملت لي وانت غشيتني وجبت كده وجبت
ايوه فبدنا نبقى من الاول تكون واضح، تكون اي من البدايه نكون واضحين، تكون واضح. نتمنى ان شاء الله انه رسالتك دي تكون وصلت لكل الشباب، ونتمنى انه الزيجات كلها تتم على خير ويكونوا شباب ان شاء الله منتجين وليهم دور كبير في المجتمع. شكرا جزيلا لك استاذه مها احمد عبد الرحيم الاخصائيه الاجتماعيه، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. شكرا لك. مشاهدينا هنتواصل معاكم بعد فاصل قصير، خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا بكم مشاهدينا من جديد، نتواصل معكم في بيت الهنا، والمره دي فقرتنا طبيه وخاصه للمراه السودانيه. تعالوا نسمع مع بعض نصيحه من دكتور ابو بكر محمد علي نصر، وهو استشاري طب النساء والتوليد، نشوف نصيحته سوا، تفضل. ارحب بالساده المشاهدين في فقره امراض النساء والتوليد. هنتحدث في الفقره دي عن مشكله التهابات الحوض عند النساء. التهابات الحوض دي احنا بنعني بها انه يحدث التهاب في الجهاز التناسلي، بدءا من عنق الرحم وبطانة الرحم ولحد ما يصل المبيض، وفي بعض الأحيان يمشي الأغشية حوالين الرحم، وفي بعض الأحيان يصل لحد الغشاء البريطوني في منطقة الحوض. نوع الالتهابات ده قد يحدث بعد الولادة، قد يحدث بعض الإجهاضات يعني بعد حدوث إجهاض، بالأخص إذا كان ما اتخذت التدابير بتاعت التعقيم المطلوبة في عملية الإجهاض، أو حدث الإجهاض بصورة غير سليمة، يعني اللي هو الإجهاض الإجرامي زي ما احنا بنسميه من ناحية طبية. وفي بعض الأحيان بيحدث بعد الالتهابات الجنسية. في حاجة مهمة جدا، لا بد نفرق بين الإفرادات المهبلية نتيجة التهاب مهبلي وبين الالتهابات اللي هي في منطقة الحوض. الإفرادات المهبلية نتيجة الالتهاب المهبلي اللي هي دائما بتكون إفرادات في بعض الأحيان لون أبيض وصحوبة بحكة شديدة جدا، ده عبارة عن التهاب فطري في منطقة المهبل، وده ما بيطلع فوق لمنطقة الرحم ويدخل في منطقة الحوض وما عنده آثار سلبية خطيرة، لأنه ده نوع من الفطريات اللي موجودة أصلا في منطقة المهبل، بتنمو بصورة غير طبيعية إذا السيدة بدأت تأخذ في مضاد حيوي بصورة أكثر من اللزوم، إذا كان في سكري، إذا كان في ضعف في المناعة، وفي بعض الأحيان مع الحمل. وده علاجه عادة بيكون بإما استعمال لبوس مهبلي أو كريمات مهبلية أو في بعض الأحيان حبوب للفطريات. في أنواع تانية من الإفرازات بتجي اللي هي بتكون مصحوبة برائحة متغيرة ولون أصفر، وده علاجه برضو بعلاج موضعي في معظم الأحوال. النوع اللي هو التهابات الحوض، التهابات الحوض خطورتها في إنه هي ممكن تتطور وتؤدي لإنه يحدث آثار سالبة جدا، إما حادة أو مزمنة. الآثار الحادة اللي هو ممكن يحدث التهاب عنيف جدا في المنطقة بتاعت الرحم، وده يؤدي لأنه يتكون صديد، وبعد كده ده ممكن يؤدي إلى التصاقات إذا كانت في الرحم أو في الأنابيب، وممكن يؤدي لقفل للأنابيب. القفل الكامل للأنابيب هيؤدي لعدم الإنجاب، والقفل الجزئي ممكن يؤدي في الأخير أن يحدث حمل خارج الرحم. من المشاكل المهمة جدا أنه قد يحدث صديد في داخل البطن من الحكاية دي، ودي حاجة خطيرة قد تحتاج في الأخير لتدخل جراحي وعلاجات بتاعت مضاد حيوي لفترات طويلة. الشيء المهم أنه لابد من الناس تصل للتشخيص بالصورة الصحيحة. ما في فحص معين حيأكد أنه الله عندها أو ما عندها. لما نشك في الحاجة زي دي من الأعراض بتاعت السيدة لابد أن تأخذ العلاج، ولابد أن تواصل العلاج عشان تتمه، والعلاج بيأخذ فترة طويلة. يبقى خلاصة الموضوع أنه الناس دائما الولادة ما تكون بصورة طبيعية، ومعاملة الإجهاض بصورة طبيعية، والناس تتفادى الأسباب اللي بتؤدي لأمراض الجنسية، بتتعافى من مشكلة بتاعت التهابات الحوض اللي هي عندها عواقب خطيرة زي عدم الإنجاب والآلام المزمنة في الحوض والالتهابات الصددية المؤدية لمشاكل كبيرة جدا في الحوض. في الختام نتمنى السلامة للجميع من هذه الأمراض، وشكرا جزيلا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك كثير دكتور، نتمنى إن شاء الله الصحة والعافية لكل الأمهات والسيدات، وليكم مشاهدين ومتابعين بيت الهنا. دائما إحنا بنتكلم عن العلاقات الأسرية الجميلة والعلاقات اللي لها علاقة بالتضامن الاجتماعي، إذا كانت في الأفراح والأتراح بس من غير مغالاة ومن غير مباهة. هنا أتشرغ دوت تي في إيميلنا، نتواصل به معاكم، وبكرة إن شاء الله لنا مواعيد جديدة. ودعناكم الله.